بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. سمو الأخ شيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، والأخوة والأخوات الوزراء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية يملأها الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق بإذن الله، ويسر لي أن أهنئكم بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة واختياركم أعضاء بها. داعين الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل الأمانة والوطنية الكبيرة التي كلفتم بها، معربا في هذا المقام عن بالغ شكري للأخوة الوزراء السابقين، متمنيا لهم كل التوفيق. وأود في هذا اللقاء أن أسجل الثناء والتقدير لسمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما يبذله من جهود كبيرة، كما أشد على أيديكم لمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبكم الوطني، ساعين إلى تطوير خلق الفرص وسرعة الإنجاز لتخفيف عن كاهل المواطنين. الأخوة والأخوات، أنا أمامكم مسؤوليات جسام، لا سيما في هذه المرحلة الهامة، وأنني على يقين أنكم بعون الله تقادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة، واضعين نصب عينكم في المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار. وفي هذا الصدد يجد لزاما علي أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء المتسلحين في ذلك بتسجيل الاجتماعي بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على جميع بحزم وشفافية. الأخوة والأخوات، سيروا على بركة الله متعاونين يدا واحدة لأجل خدمة وطنكم الغالي الكويت وأهله الأوفياء، سائل المولى تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق والسداد حليفكم، وأن يكون سبحانه لكم خير سند ومعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.